وصلت الفصائل المشاركة في معركة اليرموك بريف اللاذقية تقدمها في جبلي الأكراد والتركمان، وذلك خلال معارك كر وفر ضد قوات النظام تكبدت خلالها خسائر بشرية. وأفادت مصادر محلية أن المعارك بين الطرفين أدت مساء أمس الثلاثاء لسيطرة الثوار على قريتين وتلتين في جبلي الأكراد والتركمان وسط غارات لطيران النظام على مواقع الاشتباك. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف اللاذقية عبر سكايب مدير مركز اللاذقية الإعلامي أبو أحمد اللاذقاني. مرحبا بك سيد أبو أحمد، ضعنا في صورة التقدم الذي أحرزه الثوار في ريف اللاذقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. يوم أمس كان اليوم الثاني معركة اليرموك بريف اللاذقية، نعم، حيث ضاغط الثوار قوات النظام والسيطرة على عدة قرى في جبل الأكراد، ومن أهمها قرية أرض الوطن وقرية عين القنطرة المهمتين استراتيجيتين، وأيضا على قرية المزغلة والحاكورة وتلة الملك وحاجزي تركس والجامع وتلة أفعل. طيب أين تتركز المواجهات حاليا بين الثوار وقوات النظام في ريف اللاذقية تحديدا؟ أخي تحديدا على محاورة في جبلية الأكراد والتركمان تحديدا، يعني نعم. طيب تفضل أخي الكريم. أما في جبل التركمان فقد سيطروا الثوار على قرية البيضاء وعادوا أيضا واسترجعوا قلة أبو علي التي كانوا قد خسروها بهجوم ظاهر لقوات النظام عليهم، ولكن لله الحمد يوم أمس الثوار استعادوا السيطرة على قلة أبو علي وقرية البيضاء بجبل التركمان. طيب ما هي المناطق التي سيطر عليها الثوار منذ إعلان بدء معركة اليرموك في ريف اللاذقية؟ أخي المناطق التي كانوا قد خسروها منذ أن بدأ الهجوم هجوم الروس على ريف اللاذقية منذ حوالي 6 أشهر، وهي استعادوا منذ أول يوم أمس تلة البيضاء بجبل التركمان وتلة أبو علي. كما استعادوا ولله الحمد الثوار في جبل الأكراد كل من تلة أبو أسعد المحيطة بأرض الوطن وتلة الحجاجة وقرية أرض الوطن وقرية عين القنطرة وتلة والحاكورة وقرية نشبة وتلة رشا وتلة الملك وحاجتي تركس والجامع. والآن المعارك قريبة جدا من ناحية كنسبة المهمة جدا. نعم. الآن المعارك قريب من ناحية كنسبة، وإن شاء الله النصر قريب وتحرير كنسبة سيكون إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله تعالى. نعم، شكرا لك مدير مركز اللاذقية الإعلامي أبو أحمد اللاذقاني.